الاجتماع الثاني وزير الاوقاف. متحدث رئاسة الجمهورية قال الاجتماع الاولاني تابع جهود وزارة الري، ووجه الرئيس بالتوسع في نظم الري الحديث لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الترع لتقليل الفائض، ومشروعات محطات تحلية المياه ومحطات معالجة الصرف وتقليل المحاصيل كثيفة الاستهلاك المياه. الرئيس وجه بسرعة بالإسراع في المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لتوفير المياه وفرص العمل. وكان لنا تقرير كنا عمله زميلنا محمد الجباس هنا في 90 دقيقة في الأسبوع الأولاني من وجودنا معاكم على الهواء على موضوع تبطين الترع، وعرضناه على حضراتكم، وكنا بنتكلم عن جهود الدولة ومدى احتياج الفلاحين والأراضي الزراعية للتوجه ده. اجتماع الرئيس برضو عرض مشروعات مواجهة مخاطر السيول ومخرات السيول وإنشاء خزانات وحواجز ومعابر وجسور حماية تكلفتها 10 مليار جنيه. الاجتماع التاني زي ما قلت لكم كان موجود فيه الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف مع الوزيرين ورئيس الوزراء، وكلموا عن مشروعات تنمية سيناء خصوصا مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي وتوفير الموارد المائية والبنية الأساسية. الرئيس اطلع على خطوات تنمية توشكا ووجه بالإسراع في مشروعات تأهيل منخفض مفيد توشكا، وتم عرض مستجدات تنفيذ مشروع متر ترعة الحمام في الساحل الشمالي واستزراع 500,000 فدان في الصحراء الغربية. الاجتماع حصل فيه استعراض لبعض جهود وزارة الأوقاف فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل وحسن إدارة الأراضي التابعة ليها، والرئيس وجه بمنح مكافآت تميز علمي للعاملين في وزارة الأوقاف والجهات التابعة ليها من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه. بعض الناس هتسألني هو إيه اللي دخل لبنان في الترع وفي المصارف وفي ليبيا الأسبوع اللي فات؟ لا، هي تركيبة واحدة. احنا بنبص على الدنيا اللي حوالينا، بنبص على تركيا بتعمل ايه، بنبص على الاعلام اللي جاي لنا اللي عمال بيقول لنا شوف الدنيا الحق الدنيا بتولع واصل مش عارف حصل ايه والدنيا ايه والناس نازله تتظاهر وبتولع وبتكسر وبتعمل، وده جاي من تركيا اللي انا بشرح لكم لسه ان عندها انهيارات اقتصاديه عنيفه وعندها يعني ممارسات غير ديمقراطيه مع الصحافه والاعلام هناك، وعندنا في نفس الوقت بنشوف حال بلد زي لبنان بكل ما فيه من جمال وما يحدث فيه، بنشوف حالة بلد زي ليبيا بكل ما فيها من ثراء وإيه اللي بيحصل فيها. مفيش حاجة بتستخبى، لكن في الآخر خالص هي شغلتنا كلنا كمواطنين إننا نستقرئ الأحداث بشكل مظبوط ونربط الحاجات مع بعضها. بمناسبة الحرائق، كان في حريق ضخم النهاردة في مجمع بتاع حفظ الحاصلات الزراعية في طريق القاهرة اسكندرية الزراعي قرب دمنهور، والحماية المدنية بعتت 10 عربيات مطافي للمكان، والدخان كان طالع مرتفع كيلومترات على مسافة كيلومترات، وتعمل كوردون أمني حوالين المنطقة وبيتم السيطرة على الحريق وعشان يتمنع امتداده، وتعملت طبعا المحاضر لهذا الموضوع والموضوع معروض على النيابة العامة. احنا هنا في دولة وفي الأمور فيها بتحصل بشكل من الأشكال، وزينا زي اي حته عندنا مشاكلنا وعندنا اصلاحنا وعندنا اخطائنا وعندنا تعامل مع الاخطاء وعندنا تدارك للاخطاء وعندنا اخطاء تانية بتقع، بس عندنا قدامها كم من الانجازات العظيم والرائع. هو ده معنى كلمه اصلاح. اصلاح يعني معناها ان انا اشوف كل يوم حاجه كويسه بتحصل احسن وافضل في بلدي، وفي نفس الوقت ببقى عارف ان انا بدفع الثمن، واحنا توعدنا اننا هندفع الثمن، واحنا فعليا بندفع ثمن هذا الاصلاح، بس احنا كنا فاكرين ان كلمه الثمن دي اللي احنا بندفعه دي كلمه بسيطه وهتعدي وعلى خير، وهم كلمتين ودقيقتين ويعدوا. لا، هم مش دقيقتين ويعدوا، هم كام سنه من المجهود والضغط علينا كلنا عشان خاطر نقدر نوقف البلد دي على رجليها، تبقى البلد اللي احنا بنتمناها، لان احنا نفسنا اللي طلعنا وقلنا قبل كده بدل المره 100 نفسنا مصر دي تبقى زي كذا وزي كذا. شفت ماليزيا، شفت دبي، شفت كذا. تصليح هذه البلاد اخذ هذه الجهود، زي بالظبط كده اللي بيروح يعمل رجيم قاسي فيخسله 20 كيلو فتقعد تقول يا سلام ده عظيم، بس انت ما خدتش بالك هو في ال 20 كيلو دول جاع قد ايه واتوجع قد ايه ولعب رياضه قد ايه ومشي قد ايه وصلح من نفسه قد ايه وخلى باله من ايه وعمل ايه. هو ده اللي احنا بنمر بيه النهارده، وهو ده اللي الجماعه اللي قاعدين في بلد يتجه الى الفشل
هم اللي قاعدين كل يوم طالعين علينا يقولوا لنا اصل كاني وماني ومش عارف ايه الزلباني.